من أسباب الضلال السكوت عن البدعة وأهلها. ولذلك كان من منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم يشدون على البدعة وعلى أهلها، ويرون ذلك من أفضل القربات، ويمدحون العلماء، ويمدح بعضهم بعضا بأنهم ظاهرون بالسنة وأنهم قاهرون للمبتدعة، ويرون ذلك من أعظم الأعمال التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال أحد السلف، قال: عرضت على السيف كذا وكذا من المرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. تسكت بس. من من يعني من من أعجب الأمور في قضية شيخ الحناء أو شيخ الحناء، إنه لقيت تعليق لواحد لا يستحق أن يذكر ولم يصل إلى هذه المرتبة، إنه قال قال هدلي بيتكلم عن أخونا مزمل، قال هدلي دفعوه، قال 20 مليون. ها كده كويس؟ ها يعني نسكت يعني عشان دفعونا؟ نسكت لأن ذلك الرجل الأفاك الداعي للكفر والبدعة والضلال يعني سوف يرفع القضية ضد من خالفه. الناس تسكت يعني؟ وهل هذه التهديدات أوقفت أئمة الناصحين الأنبياء؟ قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. تفتح بلاغ، تغرم، تضرب، تقتل، تقطع اللسان، هذا كله لا يوقف دعوة الحق. عرفتها؟ فقال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. بعدين القروش دي منه انت قايل؟ انت قايل عن عبد الحي يوسف، وسوف كلامك في عبد الحي بيقطع الدعم عن أنصار السنة، لأنه كل القروش بيجت تجي عبر عبد الحي يوسف. فهمت؟ أم أنت أصغيت إلى كلام الأمين؟ الأمين قال قال: يا أخوان أنا عفيت عن الزول ده، قال: بمناسبة العودة من قاهرة المعز. في شنو يعني؟ في غنية ولا في شنو؟ قال: يعني عفوت عنه لأنه رجل محمول. أنت يا زول بتتكلم عن عجوز من عجائز نيسابور؟ لو داير أي قروش، أي قروش لو دايرة بنديك لها بإذن الله. فهمت؟ لأن القروش ما تمثل شيء. أبو بكر الصديق فدى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، قروشه، وبأولاده، وبجاهه. استأجر الرجل الخريت الذي يعرف الطريق، وغنم أبي بكر الصديق كانت تعفي آثاره، وابنه يأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة مولاه يأتيهم باللبن والغذاء، وابنة الصديق رضي الله عنهم أجمعين كانتا تصنعان الطعام. وبكر الصديق بكل ما يملك كان يفدي هذا الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر الصديق: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق. وهنا أيضا فائدة ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال: لما قال الرافضي صاحب كتاب منهاج الندامة الذي رد عليه ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، قال: ولم يكن نفع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وإنما كان من أجل الدين. يعني أبو بكر الصديق مش بيدفع للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يأكل أولاده وكذا، لا، إنما أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان أبو بكر الصديق يعني يدفع ماله للإسلام. الشاهد من الكلام يا أخواننا أن السكوت عن أهل البدع، وأن تركهم يسرحون ويمرحون، هذا كان من أسباب انتشار البدع.